السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة تشبيك الوحدة السداسية اللي من خلالها هنعمل مشاريع كتيرة جدا، زي هنعمل من خلالها سجاد بأشكال مختلفة، وبرضو من خلالها هنعمل مفروشات سواء مفرش سرير او مفرش ترابيزة او مفرش انتريه، وبرضو هنعمل بورتافيهات وشنط، وهنعمل وهنستخدمها برضو في الستاير. هنعمل من خلالها مشاريع كتيرة جدا من خلال الوحدة السداسية. طبعا انا كنت شرحت لكم الوحدة السداسية بالتفصيل، هسيب لكم لينك الشرح في الوصفة اسفل الفيديو. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة تشبيك الوحدة السداسية. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة تشبيك الوحدة السداسية. طبعا انا بحتاج كذا واحدة كده عشان اوضح لكم ازاي هنشبكهم، تمام؟ فبجيب برص الوحدات كده الزوايا قصاد بعضها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، يا اما بحط الظهر ادي بقلب الوحدة على بعضها، الظهر على ظهر على الظهر، يبقى الظهر على الظهر كده، ظهر الوحدة على ظهر الوحدة المقابلة ليها كده بالشكل ده. هيبقى وش الوحدة في وشي، تمام تمام. فبيبقى الزوايات الزاوية بتاعت الوحدة كده قصاد بعضها زي ما انتوا شايفين، تمام. بتبقى عبارة عن الزاوية دي بتاعت او الكورنر بتاع الوحدة بيبقى عبارة عن غرزتين سلسلة. فانا بدخل في الحلقة الخلفية، ادي الحلقة الامامية وادي الحلقة الخلفية، بدخل في الحلقة الخلفية كده بالشكل ده، تمام. وبدخل في الحلقة، ادي الحلقة الخلفية، احنا عشان احنا بنشتغل في الظهر بتبقى الحلقة الامامية، ادي الحلقة الامامية وادي الحلقة الخلفية، تمام. فبدخل برضو في الحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، غرزة السلسلة اللي في الكورنر، تمام. بجيب، انا هوضحها لكم وهشرحها لكم بلون مختلف عن اللون اللي اشتغلت بيه علشان تبقى واضحة عندكم. فبجيب الخيط وبعمل غرزة زي غرزة حشو كده، تمام. بشد العقدة الخيط البداية ده كده، بشده كده بالشكل ده علشان ما يفكش معايا، تمام. فبدخل في الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية المقابلة ليها كده بالشكل ده، تمام. وبسحب بقفل بمنزلقة الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية المقابلة ليها، هادي الحلقة الخلفية والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، بقفل كده، بسحب وبقفل بمنزلقة، ادي الحلقة والحلقة المقابلة ليها، بسحب كده واقفل بمنزلقة كده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. افضل طريقة ان احنا بنشبك الوحدات في بعضها اللي هي غرزة المنزلقة، تمام. فبدخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها وبسحب بقفل بمنزلقة. ممكن كمان نعملها بغرزة الحشو، ان انا بدخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها، تمام، وباخد لفة وبسحب واطلع من الحلقتين كده بالشكل ده، باخد لفة، بيبقى عندي حلقتين على الابرة، باخد لفة واطلع من الحلقتين مع بعض. بس مش مستحبة غرزة الحشو في التقفيل، غرزة المنزلقة بتدي شكل اشيك في التقفيل الوحدات وتشبيك الوحدات مع بعضها، تمام. فبدخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده واسحب واقفل بمنزلقة، وادي الحلقة والحلقة المقابلة ليها، بستمر كده بنفس الطريقة الحلقة والحلقة المقابلة ليها لحد ما بنوصل للركن الثاني من الوحدة. بدخل في غرزة واحدة بس من غرزتين السلسلة، مش بقفل بغرزتين، لا بدخل في غرزة واحدة بس. بدخل ليه في غرزة واحدة بس؟ علشان خاطر لما نيجي نشبك الوحدة الثانية، يعني ادي احنا كده شبكنا وحدتين مع بعض، تمام. لما بنيجي نشبك واحدة كمان بتبقى في الجنب، تبقى هنا كده بالشكل ده. فبدخل باخد الكورنر مع بعضها، فبدخل باخد ايه، غرزة السلسلة، تمام. وهنا برضو بدخل باخد غرزة السلسلة علشان تبقى تديني الشكل السداسي مظبوط معايا، تمام. انا كده شبكت وحدتين مع بعض زي ما انتوا شايفين. عايزة اشبك الوحدة الثالثة معاهم كده، هنعمل ايه؟
بحدد انا هبدأ من انه كورنر، يعني الجنب ده ولا الجنب ده، تمام؟ فبحدد الاول ببدأ من انه كورنر، وبناء عليها بجيب بطبق الوحدتين على بعض كده. يعني انا هبدأ من الجنب ده، سواء الجنب ده او الجنب ده، فبنمسك الكورنر الركنين مع بعض كده بالشكل ده، تمام؟ بنعملهم كده بنفس الطريقة، تمام؟ من غير ما اقص الخيط بتاعي ولا حاجة، فبدخل في غرزة السلسلة الباقية. احنا كنا واخدين غرزة السلسلة، فبدخل في غرزة السلسلة التانية، تمام؟ وبدخل في غرزة واحدة بس من غرزة السلسلة، تمام؟ اللي هي اخر غرزة، بتبقى غرزة غرزة. بدخل في الغرزة التانية اللي بعدها بيبقى غرز عمود بلفة، بدخل في الغرزة المقابلة ليها في الحلقة الخلفية، وبسحب بقفل بمنزلقة بالشكل ده، تمام؟ بدخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، وبسحب بقفل بمنزلقة الاثنين، الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده، واسحب واقفل بمنزلقة الحلقة اهي، الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده، واسحب اقفل بمنزلقة، تمام؟ بدخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، ادي الحلقة وادي الحلقة المقابلة ليها، بسحب بقفل بمنزلقة كده، تمام؟ ناخد بالنا من عدد الغرز، بنقص غرزة ولا نزود غرزة احنا وبنقفل، تبقى الغرزة والغرزة المقابلة ليها علشان الشغل بتاعنا يبقى مظبوط، وما ينسلش ولا ما يعملش ما يرهمطش كده، ويبقى مشدود معانا او مرخي خالص، تمام؟ فاحنا لو تشد يبقى احنا كده منقصين غرزة، لو اترخى يبقى احنا كده في غرزة مزودينها والشغل بتاعي مش هيطلع مظبوط. فاحنا ناخد بالنا احنا وبنقفل كده، اهو وصلت لاخر غرزة، وادي غرزة السلسلة اللي في الكورنر، بدخل فيها الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، وبسحب بقفل بمنزلقة، تمام؟ انا كده قفلت الكورنر ده. فانا عايزة اقفل الكورنر ده، الركن ده او الجنب ده بتاع الحلقة دي بتاع الوحدة السداسية، فانا خلاص كده هعمل ايه؟ هعمل زي غرزة سلسلة، تمام؟ وهشد الخيط عندي كده بالشكل ده. طبعا اي خيوط زي ده بنقصها بننظفها بإبرة التنظيف، فانا بقص الخيط كده معايا بالشكل ده، وبسحب كده، تمام؟ بعمل ايه؟ بروح جايبة اقفل من الجنب ده، فروح جايبة الكورنر، بسحب بلف القطعة عندي كده بالشكل ده، بجيب الكورنر والكورنر التاني بتاعي بتاع الوحدة المقابلة ليها كده، بطبقهم على بعض كده بالشكل ده كده، تمام؟ بدخل في غرزة، بتبقى غرزة سلسلة، في غرزة سلسلة بتاعت الكورنر اللي احنا سايبينها، بدخل في غرزة السلسلة، بس الافضل ان احنا ما ندخلش في غرزة السلسلة، شايفين بتبقى في الغرزة بتاعت الدورانة دي، بدخل فيها كده، تمام؟ وادخل في غرزة السلسلة والغرزة المقابلة ليها برضو بالشكل ده، اهو ادي الدورانة، بدخل في غرزة السلسلة والغرزة المقابلة ليها. هي الحتة دي هتبقى صعبة شوية، بس احنا وشغالين هنبص نلاقي ان احنا شغالين بشكل مظبوط، والشغل بتاعنا هيبقى مظبوط، تمام؟ وبسحب بقفل الاول، بعمل غرزة حشو كده، وبشد الخيط بتاع البداية ده. طبعا اي خيوط زي ده بننضفها، تمام؟ وبمشي بنفس الطريقة، الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده، بسحب بقفل بمنزلقة الحلقة، وهذه الحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده، وبسحب بقفل بمنزلقة الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية المقابلة ليها، وهكذا لحد نهاية السطر، ولغاية ما بوصل للكورنر او الركن بتاع الغرزة، بدخل في غرزة سلسلة واحدة بس. ناخد بالنا احنا وماشيين ندخل في غرزة سلسلة واحدة بس، بندخل في غرزة سلسلة ليه كمان؟ بعدها لكم تاني اهو، عشان خاطر لما بناجي نشبك واحدة تانية، بتبقى علشان الركن يطلع معانا مظبوط، والوحدة والشكل السداسي يطلع معانا مظبوط، تمام؟ ادخل في الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده، وبسحب بقفل بمنزلقة كده بالشكل ده،
بنفس الطريقة بنشبك الوحدات كلها في بعضها. انا وضحت لكم ازاي بنشبك 3 وحدات في بعض، فاي وحدات بعد كده هتبقى سهلة بالنسبة لنا نشبكها ازاي. بس حابة اقفل كده ومنزلقة. تمام كده خلاص وصلت لنهاية السطر، وصلت لنهاية الوحدة. تمام وصلت والركن ده انا خلاص لو كده خلاص قفلت الشغل بتاعي. فبعمل غرزة سلسلة وبشد الخيط عندي كده بالشكل ده وبقصه. طبعا اي خيوط زايدة بننضفها بإبرة التنظيف. إبرة التنظيف كده بنجيب إبرة التنظيف، اي إبرة عندك وبتاع التنظيف سواء إبرة بلاستيك او معدن الاتنين بينفعوا. تمام بحط الخيط في الإبرة كده بالشكل ده وبنضف الخيط بتاعي الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده الغرزة كده بدخل ما بين الغرز كده بالشكل ده بنفس الطريقة، يا اما بدخل من الظهر، من الظهر بتبقى افضل ما بتبانش الخيط معانا. تمام ندخل من ظهر الشغل معانا كده بالشكل ده. تمام وبرضو الخيط ده اي خيوط زايدة الخيط ده والخيط ده برضو بننضفها بنفس الطريقة. وده شكل الوحدات، ممكن من خلالها نعمل كورة للاطفال، كرة صغيرة للأطفال بنحشيها بتبقى عبارة عن اللي هو الفايبر بتاع المخدات عشان تبقى سهلة. برضو هعمل لكم منها أشكال كتيرة جدا من الوحدة السداسية، بس أنا حبيت أوضح لكم إزاي إحنا بنقفل الوحدات في بعض عشان فيما بعد لما نيجي نعمل مشاريع تبقى بالنسبة لنا سهلة إن إحنا نشبك الوحدات في بعضها إزاي. وبكده بقى انتهيت من طريقة تشبيك وحدة الوحدة السداسية. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة تشبيك الوحدة السداسية بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.